طيب يا اخوانا، قالوا واحده بتريد نفسها ريده مبالغه، ما تشوف لا اي حاجه الا تقول تكون دي ان شاء الله تكون لها هي، تشوف لها سلسله ان شاء الله في رقبتي، توب ان شاء الله في جسمي ده، شفشف الله يكرمكم ان شاء الله في رجلي. مره قالت لها عربيه جياد وجمع بوره، خلت الجياد نطت في البوره، قالت ان شاء الله بورتي لحد اسمع الرسم. وعبر شركة جياد بنستقبل مكالمات، ودارين نعرف يعني شعور الناس لو وقعت لهم العربية الجاهزة. جوا الاستوديو شعوركم واضح لأن الناس كلها ابتسمت، نحن نشوف برا الاستوديو وبنستقبل مكالمة عشان نعرف شعور الناس. يا اخوانا لو الزول وقعت لي العربية جياد شعوره يكون شنو؟ معانا مكالمة نستقبلها. الو الو، اجل عوضي جيدة كيف ما قابت صحي اضرب الزيرو هاي الستة كيف هاي حليمة انا لو هذيك ده اجل الو ترى فرق خش معك كيف هاي عزيرة بتبيت الديال لقيمات حقها ديال التاكلي هاي ما القابضة جنا صفر ستة تمانة اثنين عشري ياهو الو يما ديال لحمة هاي جامعة البهقيف هاي خش معاي خش معاي دخل التلفون الو 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 السلام عليكم لا يسلمك لا يبارك فيك لا يعافيك لا يسلمك الله يتعبنا تعب عشان نضرب ليكم عافر دي ما عافر العالم من العصر وجلقوا عار اشتركوا الله يديك الصحة والعافية معانا منو بتول انا بتول اي بتول حافة كده من وين انت بتول ضربة من شريته والله مرحب بك والله من العصر من دون نضرب طيب دارينا ذلك سريع ونحن في برنامجنا ده بتاع جائزة الكبرى من شركة جياد تعرف العربية جياد؟ جياد ديشني؟ سامع بيها كثير جياد أنا ما أعرف ولا خبر أسمع جياد جياد شنو جياد دي؟ طيب أنا أوريك جياد دي هي شركة سودانية وهي مجموعة الشركات باسم جياد هي شركة جياد للسيارات وشركة جياد للشاحنات وشركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية شركة جياد للأساسات والمعدات الطبية شركة جياد للمكابس وتشكيل المعادن شركة جياد للطلاء المحدودة شركة جياد لخدمات ما بعد البيع دي كلها جياد هاي دي كلها جياد كثيرة خلاص ترى هنا والله ما شاء الله تبارك الله أنا قايلها جياد واحدة ما قايلها فوق حتش كثير كثير لا أنت بس عشان ما تشرعي كثير أنا داير أوريكي عندنا سؤالنا الجوائز المقدمة للمسابقة عندنا ثلاثة جوائز أنا ببدأ لك بشكل غير منظم كده أشوف رأيك فيه شنو كل أقولي طيب عندنا واحدة منهن غرفة نوم نوم يا ابوي ولحمدك يا الله ولادي كلهم معرسين في امان الله مرتاحين عمل باشو يعني ما دايره ما بدورهم عمل باشو طيب تاني عندنا غرفة نوم اطفال اطفال هاي اللي تشوف على صغار هاي غرفة نوم اطفال هاي لكن دي هوي هل تدون لها لابونا ده يا حاجة انت سمعتيني غلط سمعت غلط سمعت غلط انا قلت غرفة نوم اطفال هاي يا مرضان ابونا ده مريض ودينا الدكتور عشان يتعالج اها الدكتور قال له الدواء ده اللي تشربه نقطه نقطه سامي ما قدرنا نتحكم فيه هو ولد الكبير عوض جد ده كتر خيره جاب له بيزا جبته قاعد يقعد في ظل الشدرة ويرضى حساي كمان اليومين ده جاب له الحكرعين ان اديتوها له هو بتنفعنا لا 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 يا حاجه طيب عيني ركز معي في الجائزه الكبيره كبيره ها شنو؟ عربيه جياز صالون عربيه صالون؟ لا لا ما الاثنين سوا هي العربية ذات صالون امتندتين بس امتندتين دي هاي اها عربية امتندتين عربية كلها قدام هاي دايرة تزعل عنها في حاجات شكو بزوراتها كيف شنو شكو بزوراتها الليلاتها انت بتعرفي شكو بزوراتها كيف انا بعرف ان اولادي مرتاحين احمد الله تعبت ربيتهم بدهم قلبي الا طلعوا اصحى وضجي جاهو له تري سافر زماني والتون دفعت كندا ودوا الناس المنظمه ليله دي ودوا كندا نعم اي وخير السيد ده اصحى قالوا ماشي النرويج على بيجي راجع عايد معانا هنا قال لك طريق مرتاحين اولاد احمد الله انت ظاهر عليك شكو بزورات ده دعبتكم كده عشان كده حافظه اي ابو بعرفها ذاك السنه والعمل والتون ده قاعد في المنطقه الصناعيه اربع ولا خمس ساعات نحن بنستنوا الفاتحه قالوا بصلي فيك الشكو بزورات عشان كده قعدت كتشينه ما بدوره بساتمة كيف؟ لا اطمئني شكو بزوراتها جديدة لين وبساتمة كم بيستمي؟
بتعرف البساتين؟ كيف انا بعرف احمد الله يا بها اولادي مرتاحين مرتاحين بعرف اي حاجه والله. الاربعه بيستم اي ما شاء الله دفع مامي. انت بتعرف الدفع الامامي؟ يا بها احمد الله يا بها اولادي مرتاحين قلت لك ما شاء الله بيسخين. لا 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 لجيتينا اول حاجه العربيه انت بتعرفي الصغانه؟ كيف انا بعرفها قلت لك العربات اللي لاتنا في البيت راكدات احمد الله ولادي مرتاحين. لا لا الصغانه ما بتسخن لانه العربيه دي اصلا مصممه على الطقس بتاع البلد دي الطقس المتغلب ده وهنا جايبينها بتتحمل ما بتسخن. لكن انا داير اسالك سؤال بعد ازيلتك اللي سالتيني لادي. اها العربيه دي لو جات انا عندي احساس انها بتديها باولادك. باولادي؟ هاي خير الله. ليه؟ ابديها له. اها اي ابدا ما عارفه انا قلب الدنيا قلب لكن لو كان بيعرس فوقي مخير الله يبقى عليك. طيب معناها ما بتديها باولادك لانه بعرس فيك؟ هاي قالت انت ما حشي لا حتخليها ليلى لانه اولادك مرتاحين. انا بخليها ليكم. كيف الكلام ده مش اولادك مرتاحين؟ مرتاحين انا بخليها ليكم يا ابو انت ما عارف زاي. ليه؟ والله لانه اولادي كان حامل البلد دي كلها ولف العالم ده كله بكل حكلب ما بيجيب عربيه زيها. ليه؟ هيا بدي صناعة سودانية 100%. أدرون جيستر لي ساعة ساعة رقمية نوع تك 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 تجري سريع ديك واشتري الساعة قال لهم هسه ده كم هسه قال لك كم شنو قروش مش القروش هو براه كم ثمانية يقول تسعة يقول كده ده كيف قال لي واسع الساعة 12 بالطب 12 نال قال لي ما شوف بعد يومين لقى واحد قال لي أخينا الساعة كم ها الساعة كم والله خدب ما نعرف أول الساعة ده جراي مرة واحد أول مبارا أنا اشترينا 12 كان لكن هسه يمكن 800 وصل. طيب يا جماعة أنا برضو بشارك جيات وبن هذه المناسبة فمحبوبي جدا عمنا أب بكر. أب بكر ده قال وقع في خلاط بتاع اسمنت تخيلوا معي. أب بكر ده عنده راس قوي قوة مبالغ فيها تقول عامل له خوصة في جيات عفصوا القطر جاي يكلم بينه قال لا أب بكر عفصوا القطر قال لي انت عارف دي المرة الرابعة أربع مرات قبل كده عفصوا. أب بكر ده وقع في خلاط بتاع اسمنت بيفرم كده ساعتين ونص الجماعه قالوا لي أب بكر ده بيطالع شاورما بالله قال لك لما نكبوا الاسمنتي ده أب بكر من جوا الاسمنتي بس بط جمارك قال لي ابو التالي بخش مدينه ملاهي ذاته.